بنرحب بحضراتكم في اخر فقره، والفقره دي هنتكلم فيها عن رياضه هي مش رياضه غريبه، يعني رياضه الى حد كبير موجوده في مصر بقالها سنوات كبيره وليها كمان اتحاد. هنتكلم عن التايكوندو اللي هي بيتقال عنها رياضه من الرياضات يعني القتاليه شويه او اللي فيها دفاع عن النفس. هي جات لنا من كوريا الجنوبيه، ولكن في نفس الوقت احنا عايزين نعرف يعني ايه اصلا مصطلح تايكوندو، وفي نفس الوقت عايزين نعرف طب هل مصر متقدمه في هذه الرياضه ام لا، طب حصلت على بطولات ايه بالظبط. خلينا نعرف كل التفاصيل دي، بس نرحب في البدايه بضيفنا ماستر التايكوندو محمد عبد التواب، هو مدير فني لنادي حلوان ومدرب عام اتحاد الشرطه الرياضي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. سعداء بوجود حضرتك معانا، وخلينا نعرف من البدايه حتى بالطريقه اللي يعني نهاوند قدمت بيها حضرتك ماستر تايكوندو او تايكوندو. ماستر دي رتبه بتوصل لها بعد مرحله معينه او يعني تصنيف ما؟ دي دوره بناخدها في كوريا بعد درجة حزام معينة ما بتقلش عن 4 دان، يعني 4 درجات من الحزام الأسود. بنبدأ ناخد الدورة دي بره في كوريا، وبنبدأ ناخد شهر تقريبا إعداد ليها في كوريا، بناء عليه بناخد اللقب إن إحنا من أسياد التايكوندو في العالم. ده المقصود بكلمة ماستر تايكوندو. طيب نبدا بقى بكلمه اصلا تاي كوندو. حسب ما انا اعرف ومعلوماتي طبعا اكيد يعني مش فظيعه، بس تاي هي المفروض بتشير للقدم، كوان اللي هي قبضه اليد، ودو دي اللي هي الاسلوب. فيعني نعرف برضو اكتر عن اصل اللعبه. المعنى الاجمالي اسلوب استخدام القبضه اليد القدم والقبضه. اللعبه بدات في كوريا، كان عندهم طبعا مشاكل مع الطبيعه ومشاكل في الحروب الاهليه، فابتدوا يستخدموا او يطوروا طرق للدفاع عن نفسهم. ده الكلام ده من 200 سنه تقريبا لغايه ما وصلت للشكل الاولمبي اللي احنا فيه دلوقتي. واحنا الحمد لله احنا عندنا اكبر عدد ابطال عالم وابطال اولمبيات في مصر هنا، ومحققين ترتيب عالي جدا في التايكوندو.